أهلا بكم مشاهدي القاهرة الإخبارية في هذه الحلقة من برنامج الصحافة العالمية. نناقش ما تناولته الصحافة العالمية حول الهجوم الصاروخي الإيراني على إسرائيل، وفيها نستعرض في عرض تحليلي تداعيات الهجوم الإيراني واحتماليات الرد الإسرائيلي وما قد ينتج عنه من زعزعة استقرار الشرق الأوسط. فابقوا معنا. والبداية مع موقع أكسيوس الأمريكي، إذ كشف عن التخطيط الإسرائيلي لرد انتقامي ضخم على الهجوم الصاروخي الإيراني. وقال مسؤول إسرائيلي إن تل أبيب لديها تساؤلات كبيرة حول كيفية الرد أو رد الإيرانيين على أي هجوم، وأنهم يأخذون في الحسبان احتمالية لجوء طهران إلى رد شامل، ما سيغير قواعد اللعبة بشكل كامل. ويشير العديد من المسؤولين الإسرائيليين إلى منشآت النفط الإيرانية كأهداف محتملة، بينما يعتبر آخرون أن الاغتيالات المستهدفة وتدمير أنظمة الدفاع الجوي الإيرانية خيارات واردة أيضا. وقد يتضمن الرد الإسرائيلي ضربات جوية تنفذها مقاتلات، إلى جانب عمليات سرية على غرار العملية التي أسفرت عن اغتيال زعيم حماس إسماعيل هنية في طهران قبل شهرين. وقال مسؤول دفاعي إسرائيلي لأكسيوس إن عشرات الصواريخ الإيرانية أطلقت على مقر الموساد، لكن لم يسقط أي منها داخل المجمع. كما قال مسؤول إسرائيلي كبير لأكسيوس إن أحد أسباب عدم اتخاذ القرار في اجتماع مجلس الوزراء هو أن المسؤولين الإسرائيليين يريدون التشاور مع إدارة بايدن. وقال المسؤول الإسرائيلي إن أي هجوم إيراني آخر ردا على رد إسرائيلي سوف يتطلب التعاون الدفاعي مع القيادة المركزية الأمريكية، المزيد من الذخائر القوات الجوية الإسرائيلية، وربما أشكال أخرى من الدعم العملياتي الأمريكي. وفي الصحف الإسرائيلية، نشرت صحيفة هارتس الإسرائيلية تحليلا للكاتب زيفي برائيل عنوانه مأزق إيران، السعي للحفاظ على طوق النار ومنع انهياره. وقال الكاتب إن إطلاق إيران لهجومها الصاروخي على إسرائيل شكل خرقا لمبدأ استراتيجي، وذلك عقب تدمير أو تقدير خاطئ من حسن نصر الله في إدارة الصراع مع إسرائيل. وحذر الكاتب من أن حزب الله لم يختفي وما زال يشكل تهديدا كبيرا، مشيرا إلى أن استراتيجية طهران الآن هي إنقاذ والحفاظ على حلفائها في المنطقة. أما افتتاحية صحيفة جيروزلم بوست الإسرائيلية فقد حرضت جيش الاحتلال على المضي قدما لاجتياح جنوب لبنان بريا من أجل عودة الإسرائيليين إلى الشمال. ووصفت الصحيفة العدوان على لبنان بالمهمة المقدسة للجيش الإسرائيلي لهزيمة ما ادعته الصحيفة بالتهديدات الإرهابية. من جانبها، ناقشت صحيفة يديعوت أحرانوت الإسرائيلية اعتبارات إسرائيل للرد على الهجوم الصاروخي الإيراني، والذي تمثل في رفع مستوى الضرر الليلة الماضية ثم تحديد هدف محسوب للضربة. وقالت الصحيفة إن استهداف المنشآت النووية أو النفطية قد يحقق نتائج معاكسة لمصالح إسرائيل والولايات المتحدة، مشيرة إلى أن الهجوم الإيراني هذه المرة كان يحمل محاولة واضحة لاستفزاز إسرائيل من خلال محاولة ضرب مفاعل ديمونة والمنشآت الأخرى التي لم يتم إصابتها.
احتفت صحيفة ديلي ميل البريطانية بمشاركة القوات البريطانية في الدفاع عن إسرائيل لصد وابل الصواريخ الإيرانية بمشاركة الجيش الأمريكي. وعلمت صحيفة ديلي ميل أن طائرات مقاتلة تابعة للسلاح الجوي الملكي البريطاني أسقطت عددا من الطائرات بدون طيار. تحت عنوان الشرق الأوسط ينفجر، قالت صحيفة ذا تايمز البريطانية إن الولايات المتحدة كانت على علم مسبق بالهجوم الإيراني رغم نفي طهران، وتم نقل التحذير لإسرائيل مع الذي سمح لجيش الاحتلال بإرسال تنبيها بأن الصواريخ قادمة. قالت مجلة تايم الأمريكية إن الهجوم الصاروخي الإيراني على إسرائيل يضع الرئيس الأمريكي جو بايدن أمام خيارات محدودة، ويواجه بايدن الآن تحديا في التوازن بين تعهده بإنهاء الحرب في غزة واستمرار دعم الدفاعات الإسرائيلية في مواجهة تصاعد الصراع على جبهة أخرى. استعرضت صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية 12 لحظة رئيسية تدفع الشرق الأوسط إلى صراع شامل، البداية من وصول محادثات وقف إطلاق النار في غزة إلى طريق مسدود، واغتيال القائد العسكري بحزب الله فؤاد شكر، ثم اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، وذلك أعقبه موت 6 محتجزين إسرائيليين في غزة والهجوم على أجهزة البيجر والووكي توكي، ثم القصف على لبنان واغتيال القيادي بحزب الله إبراهيم عقيل، ثم استهداف تل أبيب من قبل حزب الله أعقبه عملية اغتيال حسن نصر الله الأمين العام لجماعة حزب الله، ثم إعلان جيش الاحتلال بدء هجوم بري على لبنان، وأخيرا إيران تطلق وابلا من الصواريخ على إسرائيل. وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا من بيروت الدكتور طارق عبود الباحث في الشؤون الدولية. أهلا ومرحبا بك دكتور طارق. يعني في إطار تحذير إيران إسرائيل من مغبة توجيه استهداف لإيران، هل تقدم إسرائيل على استهداف إيران عقب الهجوم الذي طالها أمس؟ يعني بالمبدأ إسرائيل حشرت اليوم، يعني حشر نتنياهو في الزاوية، إما أن يرد ويستدعي ردا آخر أيضا من إيران، وإما أن يبتلع الرد فتستعيد إيران والمحور يعني الردع، ويذهب كل ما فعله نتنياهو في الأسابيع الماضية هباء منثورة. ولكن أيضا يعني أراد نتنياهو من خلال هذا السياق المرتفع والمستوى من القتل والاعتداءات والتدمير ومشاكل أن يحدد سقفا للحرب هو يريده بالشكل الذي يريده، وحشر الآخرين في الزاوية أيضا بسقوف منخفضة. اليوم أعتقد أنه الواقع تغير، يعني جملة أو سردية لا نريد الحرب الشاملة التي كان يرددها الإيرانيون، وهي التي أدت إلى أن يتمادى نتنياهو والأمريكيون في هذا الموضوع، اليوم أصبحنا في مكان آخر. يعني الإيرانيون اليوم يقولون إننا لا نخشى الحرب الشاملة، إذا كنتم الحرب الشاملة فلتكن، وهذا ما دعا نتنياهو إلى أن يعيد حساباته في هذا الموضوع. أنا أعتقد أننا ننتظر اليوم أو غدا ليبنى على الشيء مقتضاه، ولكن أنا يعني أرجح أن يتم رد إسرائيلي، ولكن كيف يتم هذا الرد؟ المستوى الذي سيتم فيها الرد بعده غير معروف. نعم دكتور طارق، يعني في إطار حديث الصحف الأمريكية والإسرائيلية حول طبيعة هذه الأهداف التي من المحتمل أن تقوم إسرائيل باستهدافها، نتحدث عن اغتيالات، نتحدث عن استهداف منشآت نووية أو منشآت نفطية، ما طبيعة الأهداف إذن التي من الممكن أن تستهدفها إسرائيل إن أقدمت على توجيه ضربة لإيران؟ أيا تكن الأهداف سيكون الرد متماثلا، إذا استهدفوا المفاعلات النووية سيستهدف المفاعل النووي في ديمونة، إذا استهدفوا بنى تحتية ستستهدف بنى تحتية في إسرائيل. يعني التابو أو المحظور الذي كان يخشاه الإيرانيون من هذا الموضوع كسر
أمس في إطلاق 200 صاروخ باليستي على إسرائيل، وظهر أن القبة الحديدية لم تستطع يعني إسقاط أكثر من 10% من هذه الصواريخ. فالموضوع خاضع للرد الإسرائيلي، وأنا أعتقد أن الإيرانيين أخذوا قراراً بالرد المتماسك حتى لو أدى ذلك إلى الحرب الشاملة. نعم، في حال أقدمت إسرائيل على استهداف إيران وقيام إيران بتنفيذ وعيدها بأنها سترد على هذا الاستهداف، هل ستنجح إذن إسرائيل في جر الولايات المتحدة الأمريكية إلى أتون هذا التصعيد؟ يعني هذا خاضع الولايات المتحدة الأمريكية، تقديرات الولايات المتحدة الأمريكية. إذا كانت الولايات المتحدة الأمريكية تنساق وتجر إلى حرب لا تريدها حسب يعني رزنامة نتنياهو، فهي تكون مراهقة في السياسة. إذا كان الأمريكيون مراهقين على المستوى السياسي ويدخلون في حرب بتوقيت الآخرين وليس بتوقيت الولايات المتحدة الأمريكية، فهناك مشكلة على المستوى الاستراتيجي وعلى مستوى التخطيط وعلى مستوى الأهداف في الولايات المتحدة الأمريكية. كل شيء جائز. اليوم نحن في حرب من دون سقوف ومن دون قواعد ومن دون ضوابط، وكل الاحتمالات واردة. لا أحد يستطيع اليوم أن يتكهن أو يحدد سقف وحدود هذه الحرب القائمة اليوم في المنطقة. نعم، مجلة التايم الأمريكية دكتور طارق تحدثت بأن الخيارات باتت محدودة أمام الرئيس جو بايدن ما بين التزامه بتعهده بإنهاء الحرب على غزة ودعم إسرائيل. كيف تقرأ كيفية تعامل الرئيس جو بايدن وإدارته مع هذه التطورات؟ أنا أقرأها من ضمن سياق النفاق السياسي والدجل السياسي الذي يمارسه الديمقراطيون في السياسة الخارجية. يعني هم يتكلمون كلاما جميلا جدا ويرددون سردية أنهم يريدون وقف إطلاق النار ولا يريدون حرب شاملة ولا يريدون ما بعرف شو، ولكنهم في الواقع هم يمنحون إسرائيل القنابل الثقيلة 2000 رطل وطائرات F-35 و3.5 مليار دولار من المساعدات لشراء الأسلحة وما شكل. أنا لا أعتقد بأن هناك فارق بين الديمقراطيين وبين الأمريكيون. يريدون إذا ما استمرت إسرائيل في تحقيق الإنجازات هم وراءهم وخلف إسرائيل، وإذا ما يعني اعترضت إسرائيل العقبات فإنهم يتدخلون لإنقاذ إسرائيل من هذه الورطة. هذا هو السياق الأمريكي. نعم دكتور طارق، يعني صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية تحدثت عن 12 لحظة رئيسية تدفع الشرق الأوسط إلى صراع شامل، تحدثت عن اغتيال إسماعيل هنية، حسن نصر الله، فؤاد شكر وعديد من القيادات التي قامت إسرائيل باغتيالهم، وتحدثت عن أن ذلك ربما سيقوض أي فرصة للوصول لوقف الإطلاق النار. هل ما زالت هناك بادرة أمل وسط كل هذا التصعيد بأن نذهب في وقت ما خلال هذه المرحلة مباحثات لوقف إطلاق النار، أم أن الطريق بات مسدود أمام هذا الأمر وبتنا أمام تصعيد على كل الجبهات؟ أنا من خلال خبرتي في هذا الموضوع ومن خلال قراءة التاريخ ومعايشة الأحداث، أقلها من 3 عقود إلى اليوم، إذا لم يحدث توازن للرعب، توازن في القتال وفي الأهداف وفي الخوف من الطرفين، فإن لن لا يوجد أحد يتقدم إلى الحل السياسي. يعني الولايات المتحدة الأمريكية والدول عندما نصل إلى مرحلة أن هناك توازن للرعب وتوازن للخوف، أعتقد بأن الحلول تصبح ممكنة، لأن الإسرائيليين يضعون أقدامهم على الأرض. يعني في الأسبوعين الماضيين كان الإسرائيليون منتشين من الإنجازات التي حققوها وكانوا يتكلمون بشكل واضح أنهم قد يصلون إلى بيروت في الاجتياح البري. نعم، يعني نتكلم نحن عن مرحلة أصبحت من الماضي. يعني أمس أعتقد بأن الضربة الإيرانية أعادت الإسرائيليين إلى أن يضعوا أقدامهم على الأرض. نعم. اليوم هذه برسم الأمريكيين كيف سيدورون الزوايا وكيف يعني يفرشون طاولة. نعم دكتور طارق، نعم، على كل الأحوال أشكرك جزيل الشكر على ما أفدتنا به من تحليل. كنت معي من بيروت الدكتور طارق عبود الكاتب والباحث في الشؤون الدولية. لخصت وكالة بلومبرج ليلة عاصفة في الشرق الأوسط، وإذ قالت إن الهجوم الصاروخي الإيراني على إسرائيل دفعها لنشر قوات في جنوب لبنان وشن غارات على قطاع غزة. كما أشارت الصحيفة إلى ارتفاع أسعار النفط بأكثر من 5% وسط مخاوف من اضطرابات في الإمدادات في الشرق الأوسط.
وقالت صحيفة ذا جارديان إن وقف الهجوم الإيراني كان ليضطر إسرائيل على استخدام دفاعات متطورة ومكلفة، وتستخدم إسرائيل أنظمة آرو 3 وآرو 2 طويلة المدى بدعم من نظام مقلاع داود سلينج، وهو أحد الأنظمة الأكثر تقدما في العالم لاعتراض الصواريخ البالستية وصواريخ كروز والمسيرات. وأضافت الصحيفة إنه رغم إطلاق طهران نحو 180 صاروخا بالستيا، فمن المرجح أنها كانت ترغب في الاحتفاظ بمعظم مخزونها تحسبا لحرب شاملة مع إسرائيل. ناقشت صحيفة التلغراف كيف تمكنت بعض الصواريخ البالستية في اختراق أنظمة الدفاع الجوي الإسرائيلي، مشيرة إلى أنه رغم تطوره الكبير إلا أنه ليس معصوما من الخطأ. وحذرت الصحيفة من ندرة صواريخ الدفاع الجوي الاعتراضية، مما يثير المخاوف من أن طهران قد تحاول التغلب على إسرائيل في أي قصف واسع النطاق. أما صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية فقد قالت إن خطوة إسرائيل التالية قد تحدد مسار الحرب في الشرق الأوسط. وأضافت الصحيفة أن السيناريوهات الأكثر تطرفا التي يجرى استكشافها هذه المرة وفقا للمسؤولين الأمريكيين تتضمن قيام إسرائيل بضرب المنشآت النووية، وخاصة مواقع التخصيب في مدينة ناتانز بأصفهان قلب البرنامج النووي الإيراني. هذا ومن جانبها أشارت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية أن الرد الإسرائيلي على هجوم إيران سيحدد مسار اتساع الحرب في الشرق الأوسط. وقالت الصحيفة إن الولايات المتحدة تأمل في رد فعل إسرائيلي مدروس، لكن قدرتها على التأثير على أقرب حلفائها في الشرق الأوسط محدود. قال موقع ريسبونسبل ستيت كرافت الأمريكي إن الحرب في الشرق الأوسط تقع مسؤوليتها على عاتق الرئيس الأمريكي جو بايدن. وأضافت الصحيفة أنه إذا كان رد فعل إسرائيل سيؤدي إلى جر الشرق الأوسط إلى حرب، فسوف تتحمل الإدارة الأمريكية المسؤولية عن ذلك. وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا من عمان الدكتور عبد الحكيم القرالة، أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية. دكتور عبد الحكيم، يعني في إطار استقرائنا لطبيعة التطورات والتصعيد خلال المرحلة القادمة، هل تكتفي إسرائيل ولا تقوم باستهداف إيران وتكون الضربة مقابل الضربة ونذهب إلى يعني خفض حدة التصعيد، أم أننا أمام مرحلة جديدة من التصعيد دخلت على الخط إيران بشكل مباشر؟ تحياتي لك ولجميع السادة المشاهدين. يعني بالتأكيد ما حدث من تطورات دراماتيكية خلال الأيام الماضية ربما هذا يشي أو ينذر بعواقب، أو أننا على أبواب أتون حرب إقليمية شاملة في ظل الاستهداف الإسرائيلي لجنوب لبنان وسياسة الاغتيالات وما حدث تباعا من الرد الإيراني ليلة أمس. أعتقد إلى حد كبير ذلك يعتمد في إطار تحليل منطقي وواقع على ردة الفعل الإسرائيلية. هل ستكون الضربة الإسرائيلية موجعة قاسمة لإيران مباشرة واستهداف مراكز استراتيجية ومصالح استراتيجية نفطية أو حتى المصالح النووية؟ إلى حد كبير يعني ردة الفعل في ظل هذا الجنون ربما أصفه والصلف الإسرائيلي، أعتقد إلى حد كبير أن إسرائيل سترد وهي مجبرة ربما لترميم الصورة وحفظ ماء الوجه، ولكن طبيعة وحجم هذا الرد هو ما يعني سيعتمد عليه التطورات في إطار أن نحن الآن أمام فعل ورد فعل. إذا اكتفت بهذا الأمر أعتقد أننا يعني لن ندخل يعني في 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 إطار أو في سياق مزيد من التعقيد والتصعيد واتساع رقعته، ولكن أجد إلى حد كبير أن الإسرائيليين في ظل نشوة النصر التي عاشوها قبيل أيام بعد استهداف لبنان وحزب الله وقياداته، كان يعني ربما فتح الشهية لهم لمزيد من العنف والاستمرار والاستمرار في هذا العنف والإجرام
في ضد الأشقاء اللبنانيين. فأعتقد أن إسرائيل الآن وضعت في زاوية ضيقة وهي مجبرة على الرد، وأعتقد جازما أن الرد سيكون قويا، فلذلك ردة الفعل هي من ستحكم هذه التطورات وخطورتها. نعم دكتور عبد الحكيم، تحدثت إلى أننا أمام تصعيد إقليمي كبير ودخول المرحلة في أو الحرب في مرحلة يعني من التصعيد الكبير. كما تعلم هذه المنطقة التي تشهد هذا التطور منطقة قلب العالم، المضايق العالمية، مناطق إنتاج النفط، وبالتالي أي تصعيد في هذه المنطقة سيضر بالاقتصاد العالمي والأمن والاستقرار العالميين. أتحدث معك إلى ما أشارت إليه وكالة بلومبرج فيما يتعلق بارتفاع أسعار النفط حتى الآن أكثر من 5% وسط مخاوف من اضطرابات في الإمدادات في الشرق الأوسط، وبالتالي في حال تصاعد التوترات أكثر من ذلك فهناك زيادة كبيرة في أسعار هذه الإمدادات، وبالتالي الولايات المتحدة على رأس هؤلاء المتضررين. والسؤال ها هنا، هل ستسمح الولايات المتحدة وشركائها في المجتمع الدولي بازدياد حدة هذا الصراع وبالتالي التأثير على مصالحهم في المنطقة؟ دكتور عبد الحكيم، يعني من الواضح أننا فقدنا الاتصال بالدكتور عبد الحكيم القرارة أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية. نشرت صحيفة النهار اللبنانية كاريكاتير يصور كيف تخترق القذائف والصواريخ الإسرائيلية الجسد اللبناني الذي لا طالما حمل ندوبا مريرة من حروب وصراعات سابقة. مشاهدينا الكرام، إلى هنا وصلنا لنهاية هذه الفقرة من برنامج الصحافة العالمية، وانتظرونا غدا وكل يوم في نفس الميعاد. شكرا لكم، إلى اللقاء.